يعتبر النسر من أخطر الطيور الجارحة اللي بتشكل خطر على معظم الكائنات. عنده القدرة على قتل حتى الحيوانات اللي حجمها أكبر منه، وفي بعض الأحيان بيهاجم البشر كمان. النسر لما بيجوع مش بيفرق معاه إطلاقاً نوع الضحية اللي بيهاجمها، هو ببساطة هيهاجم أي فريسة هيقدر يشيلها بمخله. وبعد ما هيصطاد فريسته هيمزق الجلد الخارجي للفريسة بمناره، وهيلتهم اللحم الداخلي بكل شراسة. في حلقتنا النهاردة هنعرض لكم أشهر الحوادث المسجلة لهجمات النسور. اعملوا اشتراك في القناة واعملوا اعجاب بالفيديو، ويلا بينا نبدأ. نسر ضد سنة. النسر بيعتبر من أخطر المخلوقات اللي ممكن تشوفها في حياتك، مش بيخاف من أي مخلوق حرفيا، وعشان كده مش لازم نندهش لما نشوف النسر بيهجم على ذئب ويفترسه لوحده. في المقطع اللي قدام حضراتكم دلوقتي، الذئب لما شاف نسر بيقرب منه بدأ يحس بالخوف وحس إن نهايته قربت، بدون أي تفكير بدأ يجري عشان يبعد عنه في أسرع وقت ممكن. ولكن النسر كان أسرع منه بكتير طبعا، وبالفعل تمكن النسر من اصطياد الذئب وقتله وبدأ ياكل منه. وده على الرغم إن الذئب بيعتبر من الحيوانات المفترسة والمخيفة، ولكن مع النسر الوضع مختلف. النسر والأطفال. الأطفال هيبة الله في الأرض وزينة الحياة الدنيا، ومستحيل نقدر نتخيل إن ممكن أي حاجة في الدنيا تسيبهم بمكروه. ولكن النسر لما بيجوع مش بيفرق معاه ولا بشر ولا حيوانات. في مقاطع نادرة جدا ظهر فيها النسر وهو بيهاجم الأطفال أثناء انشغال أهلهم عنه، وطبعا الأطفال للأسف ما كانوش قادرين يدافعوا عن نفسهم، والنسر شالهم زيهم زي أي فريسة بيخطفها وضربهم في الجو. ولكن بيشاء القدر وبيتم إنقاذهم دايما على آخر لحظة. نسر ضد غزالة. تعتبر الغزالة من أكتر الحيوانات اللي بيتم افتراسها من كل الكائنات تقريبا، وعشان كده بتقضي وقتها كله عايشة في رعب دائم. وعلى الرغم من ضخامة حجم الغزالة مقارنة بالنسر، ولكن حجمها مش بيمنعه برضه من افتراسها. في المقطع الحالي بيظهر لنا النسر وهو بيهاجم الغزالة وبيشيلها من قرونها، وبيمسكها بمخالبه وبيطير بيها في الجو بكل بساطة، وده على الرغم من وزنها اللي بيعتبر أكبر من وزن النسر بكتير. نفس الموقف بالظبط ممكن يتكرر مع المعز الجبلي برضه. هنلاحظ في المقطع ده النسر مسك المعزة بمخالبه وطار بيها في الجو، ولما حس إن وزنها هيبدأ يتقل عليه هيسيبها بكل بساطة من ارتفاع عالي جدا عشان تقع وتموت، وهينزل يكمل عليها كوم بعد ما تموت وهيفترسها بكل شراسة. نسر ضد خنزير. في مشهد مرعب وفريد من نوعه، رصدت كاميرات أحد السياح نسر كان بيهاجم مجموعة خنازير برية لوحده. كل الخنازير في المقطع هربوا ومفضلش غير خنزير صغير هو اللي ملحقش يجري، وطبعا النسر مش بيفرق ما بين صغير ولا كبير. هجم النسر على الخنزير الصغير وقتله بكل شراسة. لو شفت منظر الخنزير والنسر ماسكه وماشي بيه وهو مقتول، هتحس قد إيه النسر ده كائن خطير ولا يمكن الاستهانة بيه. ده حتى كان في مشهد مسجل ليه وهو بيحاول يهاجم دب عملاق. متخيلين جرأته ممكن توصل لإيه؟ نسر ضد تعبان. التعابين بتعتبر من أخطر المخلوقات اللي بتخشاها كل الحيوانات تقريبا، وعلى الرغم من خطورتها ولكنها بتعتبر الطعام المفضل للنسور. هنلاحظ النسر بيخطف التعبان بمخالبه وبيطير بيه في الجو بدون أي مقاومة تذكر تقريبا، وحتى لو حاول التعبان يدافع عن نفسه أو يلدغه هنلاحظ إن النسر بيفضل مكمل في طيرانه ومش بيهتم بهجوم التعبان إطلاقا، وبيفضل طاير بيه وهو حي لغاية ما يلاقي مكان مناسب يقف فيه، وبينزل بالتعبان وبياكله حتى من غير ما يقتله. يعني الوقت اللي التعبان